حصل في مصر والعالم في الساعات اللي فاتت، وازاي مصر هترجع تنور تاني في الاقتصاد والتنمية، والحدث اللي هيهز المنطقة قريب. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في الفيديو ده، خليكم معنا للآخر. بانكير، نبض البنوك. الساعات والأيام اللي فاتت مصر عاشت أحداث مهمة جدا هتفرق معاها، وخاصة في الشأن الاقتصادي. ومن أهم الحاجات اللي حصلت كانت فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وانعكاس ده على الاقتصاد المصري. أغلب خبراء الاقتصاد في مصر والعالم فسروا فوز ترامب على أنه مصلحة كبيرة لمصر، وده لأنه الرئيس الأمريكي الجديد أكد على عمق العلاقة الاستراتيجية والشراكة مع مصر، وده كان في أول اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس السيسي. وفرة الدولار في البنوك والإشاعات اللي بتروجها المنصات المعادية في الأيام الأخيرة كانت محور جدل في الأيام اللي فاتت، لكن أرقام البنك المركزي كشفت عكس كده تماما، وأن الدولار متوفر بشكل تام لأي مستثمر أو مستورد، وكل اللي بيتقال غير كده مجرد إشاعات وأكاذيب. ودل البنكير على وفرة الدولار بالبنوك بالقفزة الأخيرة في الاحتياط النقدي الأجنبي، واللي بلغ 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر اللي فات، ودي أعلى زيادة تاريخية في حجم احتياط مصر من النقد الأجنبي. كمان وفرة الدولار في مصر وراها أسباب كتير، منها على سبيل المثال ارتفاع في صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي إلى ما يعادل 10.31 مليار دولار في نهاية سبتمبر اللي فات، وده معناه أن الفلوس اللي بتيجي من برا بقت أكتر من اللي بتخرج. ومن أهم الأحداث الاقتصادية اللي شافتها مصر الأسبوع ده كان صدور تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وكمان صدور تقرير خاص من صندوق النقد الدولي. وزي ما شفنا وكالة فيتش العالمية رفعت التصنيف الائتماني لمصر من بي ماينس لبي، وده بيعتبر خطوة إيجابية بتعكس عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، واللي بتيجي ضمن الجهود المبذولة من الحكومة عشان تعزز معدلات النمو الاقتصادي. وأكيد قرار فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني دليل قوي جدا أن الحكومة المصرية ناجحة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبتعمل مجهود جبار في الملف ده، وهيكون ليه تأثيرات اقتصادية مهمة جدا، واللي منها تحسين صورة مصر العالمية أمام المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، وطبعا مع ده هيزيد دعم المجتمع الدولي لمصر. أما بخصوص صندوق النقد الدولي فأكد أن مصر عبرت الأزمات الكبيرة، وأنه اللي جاي أفضل سواء من ناحية السيطرة على التضخم وارتفاع الاستثمار وزيادة معدلات النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية رغم الظروف اللي بتمر بيها المنطقة، وده اللي خلى وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر بشكل إيجابي، وخلى صندوق النقد الدولي يشيد بكل النجاحات في الاقتصاد المصري. صندوق النقد الدولي قال أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة. ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط. كانت معكم هالة بشيت من بنكير، شكرا لكم. بنكير، نبض البنوك.